كريم احمد زميل العزيز، اهلا بيك كريم. كابتن ميدو، برحب بيك، اهلا بيك في البدايه، وتحياتي للكابتن ربيع عصام. طبعا نعمل ايه؟ اهلا بيك كله تمام يا كابتن. الحمد لله الحمد لله. طمني بقى على التدريب، التدريب اعتقد ان هو خلص من فتره، وعايزك تطمني بقى وتطمن جماهير الاهلي عن اللعيبه، اللعيبه المنتخب الاول، المنتخب الاولمبي، التمرين كان ماشي ازاي؟ طمنا بصفه عامه كده وشكل عام. يمكن حاله من التركيز الكبيره جدا على كابتن ميدو فرضها الجهاز الفني بقياده مستر باتريس كارتيرون، الكابتن محمد يوسف. التقاط الانفاس كان 24 ساعه فقط راحه بعد المباراه الجيده والمباراه الوديه الاهلي والمصريه للاتصالات. بلغه الكوره كابتن محمد يوسف قال استفدنا بشكل كبير جدا فنيا من هذه المباراه، واكد على العائدين من الاصابه، ويمكن كان عايز يشوفهم بشكل كبير، يشوف في اي لعيبه هتشتكي من اي حاجه بالنسبه طبعا للاصابات او كده. لكن الحمد لله كانت جرعه تدريبيه قويه بالنسبه للنادي الاهلي بغض النظر عن النتيجه، لكن الاستفادات كانت كبيره جدا بالنسبه للمباراه الماضيه. استأنف النادي الاهلي النهارده تدريبه الساعه 4 عصرا. النهارده كانت التدريب كله يتلخص في معدلات اللياقه البدنيه. مستر مايكل الانضمام النهارده وضع خطه يمكن 50 دقيقه النهارده كانت احمال بدنيه تدريبات بالنسبه لعيبه النادي الاهلي، لكن كل لعيبه المنتخب سواء لعيبه المنتخب الاولمبي او المنتخب الاول طبعا العائدين من المباراه الاخيره لم يشاركوا في التدريبات البدنيه. كانت جرعه تدريبيه بسيطه جدا، بعض الاطالات، بعض الجري في الملعب، بعض حاجات في الجيم كده بسيطه نظرا طبعا للمجهود. لكن زي ما بنقول في حاله من التركيز كبيره جدا بالنسبه لعيبه النادي الاهلي، في اصرار كبير ان شاء الله باذن الله ان احنا مباراه العوده مباراه وفاق الصيف باذن الله تكون من نصيب النادي الاهلي. عايز اكد لك كمان على المصابين، يمكن عندنا بعض اللعيبه مصابه أيوة. عادت، لكن لسه في بعض اللعيبه كمان في المراحل النهائيه باذن الله، ولسه في لعيبه عندها يمكن فتره شويه. علي النهارده يمكن محمد نجيب شفناه في بعض تدريبات الكره مع اخطاء التاهيل لطارق عبد العزيز، يمكن محمد نجيب في المراحل المتقدمه من ان شاء الله يكون مع فريق النادي الاهلي في التدريبات الجماعيه في خلال ال 10 ايام باذن الله، يحاول ان هو ينزل واحده واحده كده واجزاء بسيطه من التدريب الجماعي. احمد علاء كمان كان اشتكى من كدمه خلف الركبه، طبيب النادي الاهلي خالد محمود اكد ان هو هيكون في خلال اسبوع يعود للتدريبات الجماعيه من جديد. النهارده كان يمكن بتواجد خارج التدريبات الجماعيه، يمكن لف حوالين الملعب، دخل في الجيم، حاجات بسيطه جدا، لكن زي ما بقول لك الامور ان شاء الله كلها مهيئه للنادي الاهلي ان شاء الله يكون مباراه نصيب النادي الاهلي مباراه وفاق الصيف الجزائري اللي هتكون باذن الله يوم 23 على ملعب 8 مايو. يا رب. يعني كل لعيبه الحمد لله النهارده، يعني من كلامك الجرعه البدنيه كانت اكتر من الجرعه الفنيه. بالظبط، النهارده كان الحمل التدريبي كان يمكن مرتفع شويه، يمكن كانت النهارده بعض الاحمال، بعض الكنترول على الكوره، المربعات كلها كانت عباره عن 60 دقيقه فقط. النهارده ما شفناش تدريبات كوره خالص بالنسبه لمستر باتريك كارتيرون. غدا اكيد هيكون التدريب الساعه 9 صباحا، هيتغير شويه الميعاد بالنسبه ليوم الجمعه، ويوم السبت التدريب هيكون في الساعه 9 صباحا. اكيد بكره باذن الله هيكون في جرعه تدريبات بالكوره بقى، لان يمكن خلاص بالنسبه لتدريبات اللياقه البدنيه النهارده كانت كافيه جدا للنادي الاهلي على ان يستعد كمان النادي الاهلي يوم السبت الساعه 9 صباحا، ويوم الاحد ان شاء الله يكون النادي الاهلي متواجد في الجزائر في الساعه 9 صباحا. هتنطلق طبيعه النادي الاهلي متوجهه الى الجزائر، وان شاء الله يعني ربنا مع كل اللعيبه ومع الجهاز الفني يا كابتن بيه. اكيد. انا مش عارف يا كريم، حاسس ان انا يعني اسبوع كده والاقيك مدير فني في مكان كده. حبيبي يا كابتن ميدو، ربنا يخليك. كريم احمد شكرا ليك، طمنتنا على فريقنا، واكيد طمنت كل الجماهير الاهلاويه اللي دايما بتحب تطمن على الفريق اول باول. كريم كان معانا قبل ما اظهر مع حضراتكم وجبت